معارض الكتب في الوطن العربي حقيقة قامت بنشاط كبير جدا في دفع حركة النشر في الدرجة الأولى وإعطاء قيمة لدور النشر في الوطن العربي. في ذات الوقت فتحت للقارئ العربي فرصة للاطلاع على حقيقة تنوع دور النشر وتنوع الكتب التي تصدر، وهي فرصة ليست فقط للكتاب والناشرين، وإنما هي الفرصة الكبرى للقارئ العربي، بحيث تكون بين يديه مجموعة ثرية منوعة من الكتب. فلذلك تجد معارض الكتب في كل البلاد العربية تأمها العائلة بشكل عام. ومعرض أبو ظبي للكتاب حقق على مدى دورات العديدة يعني نجاحا كبيرا جدا، وحقق الهدف الأساسي من إنشائه، وهو معرض حقيقة من المعارض العربية الكبرى التي يعني تتطلع إليها دور النشر باهتمام. في ذات الوقت إن هي إلى جانب تجمع دور النشر، فهي تجمع مجموعة كبيرة من المثقفين في ندوات وأمسيات، هي حقيقة زهرة المعارض.